توافد الحجاج والمعتمرين لمكة المكرمة سنوياً في تزايد، والمشاكل التي تصادفهم هي الضياع وعدم معرفة الأماكن. سوار دال هو الحل، فهو يدل المسلمين إلى مكان إقامتهم كما يوجههم إلى الأماكن المقدسة. دال يمنح الحاج والمعتمر التفرغ التام وعدم القلق من شحنه طيلة تواجدهم في المشاعر المقدسة. دال هو مشروعكم، مشروع الأمة. صوتوا لدال لخدمة ضيوف الرحمن.